وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هناك حمادة العربي مراسل النيل للأخبار. حمادة، بعد التحية لو تطلعنا على المعلومات المتوافرة لديك هذا اليوم. تحياتي لك شهاب ولكل مشاهدي النيل للأخبار. يمكن حتى هذه اللحظات ما زال هناك تواصل للغارات الإسرائيلية المستمرة على أجزاء كثيرة من قطاع غزة بشكل يعني على مدار الساعة. هناك استمرار للقصف داخل مدينة رفح الفلسطينية في جنوب وشرق المدينة، إضافة طبعا إلى محاولات الاحتلال المستمرة للتوغل أكثر وأكثر في محور جباليا. وهناك أيضا استمرار لمحاولات الضغط على الفلسطينيين للنزوح واستمرار عمليات النزوح من مدينة رفح الفلسطينية إلى مدينة المواصي وأيضا إلى وسط وشمال القطاع بشكل كبير. يمكن سلطات الاحتلال ما زالت حتى هذه اللحظة تغلق معبر كرم أبو سالم وتغلق أيضا معبر رفح من الجانب الفلسطيني. هناك تمركز لبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية على الجانبين، سواء أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو أمام معبر كرم أبو سالم وغلق هذه المعابر. يمكن مصر دفعت بعدد كبير من الشاحنات، هناك ما يقرب من 500 شاحنة موجودة أمام معبر كرم أبو سالم في محاولة لاستمرار الضغوط المصرية على الجانب الإسرائيلي لإدخالها، وأن هذه الشاحنات موجودة وإذا كانت إسرائيل لديها النية في إدخال المساعدات فهذه الشاحنات موجودة وبها كل الإمكانات المطلوبة من الهلال الأحمر الفلسطيني وتم التنسيق لها مسبقا، وأن لابد لإسرائيل أن تقوم بإدخال هذه الشاحنات إذا ما كانت سوف تريد أن يكون هناك ضحض للإبادة الجماعية التي تقوم بارتكابها. كان هناك بيان صادر من الهيئة العامة للاستعلامات حول بعض المزاعم التي يعني قالت عنها إحدى المواقع أو أحد المواقع الأجنبية الدولية، أن مصر يعني تحاول بشتى الطرق عرقلة دخول مساعدات، وهذا غير منافي أو منافي للواقع بشكل أساسي. والهيئة العامة للاستعلامات أصدرت بيانا شديد اللهجة في هذا الإطار وقالت أن بعض المواقع والقنوات الدولية تحاول تشويه سمعة مصر في مسألة إدخال المساعدات، وأن مصر وسيطا قويا في المفاوضات بناء على إلحاحات من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن مصر إذا ما استمرت تلك السياسات فهي يعني على قدر من المسؤولية أن ترد بشتى الصور، إضافة أيضا إلى أن مصر في هذه الإطار تسعى دائما لوجود حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولتين أو خاصة الدولة الفلسطينية، وأن مصر تلتزم بالوساطة القوية مع الوسيط القطري، إضافة أيضا إلى أن ما استمرت هذه يعني المحاولات الأجنبية للزج باسم مصر فمصر ليس لديها المانع أن تنسحب من تلك الوساطة وتستمر في مجهوداتها لمساعدة الشعب الفلسطيني على الجانب الآخر. أيضا لدينا عدد كبير من الشاحنات موجودة على جوانب معبر رفح من الجانب المصري في بعض الساحات الخاصة والمعدة للانتظار في هذا المكان، إضافة أيضا إلى عدد كبير من الشاحنات الموجودة والتي تحمل كميات كبيرة ومهولة من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية والمستلزمات المعيشية في المنطقة اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش. كل تلك المساعدات موجودة ومصر تضغط بكل الصور لإدخال هذه المساعدات عبر البوابات، سواء بوابة رفح المصري أو بوابة معبر كرم أبو سالم، لكن تعنت السلطات الإسرائيلية ما زال مستمرا بطريقة فجة، وهناك يعني اشتراطات إسرائيلية تريد من خلالها إسرائيل أن تكرس وضعا داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن مصر تشترط أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الفلسطيني والاتحاد الأوروبي فقط لإدخال المساعدات من معبر رفح الحدودي. شكرا لك حمادة العربي مراسل النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة من محافظة شمال سيناء.